صباح الخير، يسعد صباحك يا هلا. صباح الخير. صباح الخيرات. صباح. يسعد صباحك استاذ حسان. خلينا نحكي اليوم كونه نحن ببدايه الاسبوع الجديد، كيف حتكون حاله الطقس؟ هل حنشهد منخفضات او حيكون في استقرار بدرجات الحراره؟ هلا بدايه الصباح الخير لك يا زميلتك للاخبار الجويه. بالنسبه للحاله الجويه السائده والمتوقعه هلا خلال هدول اليومين اللي كانوا امبارح واليوم والحدود بكره بعد الظهر، نحن عم نتاثر بامتداد مرتفع جوي سطحي عم يترافق بتيارات شماليه غربيه بطبقات الجو العليا. اليوم في ارتفاع ملموس على درجات الحراره، الحراره اعلى من معدلاتها تقريبا من 3 الى 5 درجات مئويه. الجو صحو بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقه على ارتفاعات متوسطه او عاليه خلال ساعات بعض الظهر والمساء. بتكون الاجواء سديميه بالمناطق الشرقيه والجزيره والباديه، يعني من الصبح لبعض الظهر الاجواء بشكل عام صحوه الى ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطه، بتتحول من بعض الظهر والمساء الى اجواء سدينيه تحديدا بالشرقيه وبالجزيره وبالباديه وباجزاء من المنطقه الجنوبيه. هلا هيدي الحاله رح تستمر معنا اليوم وبكره، بكره في تغيير تماما جذري بالنسبه لحاله الطقس وللاجواء. رح نكون بكره مع موعد على منخفض جوي ببلش تاثيره من ساعات المساء وبيستمر تقريبا حتى نهايه هذا الاسبوع. منخفض جوي بيكون محمل بالامطار، الامطار بتكون غزيره مترافقه بالعواصف الرعديه وحبات البراد. بتبلش الهطولات ليلة بكرة من الساحل والشمال الغربي، تمتد خلال ساعات الليل والصباح نهار الاثنين إلى أغلب المناطق. ذروة هيدا المنخفض رح تكون نهار الثلاثاء أو الأربعاء بإذن الله تعالى. المنخفض رح يكون بارد نوعا ما، ما في انخفاض على درجات الحرارة، الحرارة بتكون بذروة المنخفض أدنى من المعدلات تقريبا من 2-4 درجات مئوية بمعظم المناطق والمدن السورية. الهطولات بتكون جيدة بإذن الله بأغلب المناطق. هلأ أما لنهار بكرة، بكرة بتظل الأجواء غائمة جزئيا، في انخفاض بدرجات الحرارة بس بتظل الحرارة أعلى من المعدل ليوم الأحد تقريبا من 1-3 درجات مئوية. الرياح اليوم جنوبية لجنوبية شرقية مع هبات نشطة خفيفة بمعظم المناطق، ولكن النشاط بيكون أكثر شيء بالشرقية وبالجزيرة وبالبادية مع هبات نشطة ببعض الأحيان بهذه المناطق تحديدا. البحر خفيف ارتفاع الموج، درجة حرارة مياه البحر 19 درجة مئوية. هلأ بكرة في نشاط بسرعة الرياح أكثر من اليوم، تحديدا الرياح الجنوبية للجنوبية الشرقية. الهبات ممكن تتجاوز لنهار بكرة 55 كيلومتر بالساعة. بتصير الغبار بالمناطق الشرقية بالجزيرة بالبادية، تستمر الأجواء السدينية المغبرة بهذه المناطق لنهار بكرة. التغير بيكون الجزري مثل ما ذكرت خلال ساعات المساء بدءا من الساحل والشمال الغربي. درجات الحرارة المتوقعة بدءا من العاصمة دمشق لليوم 23-8، القنيطرة 19-7، القلمون 14-5، درعا 24-11، السويداء 18-11، المنطقة الوسطى 25-10، الحسكة 20-11، الساحل السوري اللاذقية وطرطوس 25-13، بالشمال حلب 21-12، إدلب 22-18، دير الزور المنطقة الشرقية 24-13، الرقة 22-12، تدمر البادية السورية 23-11. مثل ما ذكرت الاجواء هي رح تنحسر من بكره، وبرجع بذكر وبقول نحن على موعد مع منخفض جوي، منخفض ماطر باذن الله. هيدا المنخفض رح يكون محمل بالخيرات، ببلش من مساء يوم الاحد وبضل مستمر حتى يوم الخميس، ذروته يومي الثلاثاء والاربعاء باذن الله تعالى. نعم، بدنا نشكرك الاستاذ المتنبئ حسان الجردي على كل المعلومات اللي ذكرتها، ودائما بنقول الله يبعث الخير وان شاء الله هيك تكون الايام الجايه مشمسه ودافئه على ارواحنا وعلى بيوتنا اكيد.